عندما تحدث الحسن الثاني عن اليوتنا كونول الأمقران الذي كان حلقة مهمة في تنفيذ المؤامرة، فقال: عندما أتذكر أنني أنا من أرسله إلى مستشفى نيكر للعلاج لأن كليتي في أسوأ حال، قلت له: هل تعرف أنه حتى لو لم تمت في ساحة الإعدام فأنت ستموت بعد سنة ونصف بسبب وضعك الصحي؟ قال لي: أنا لم أكن أعرف التوقيت، لكنني أعرف أنني هالك.